يا ولد ده مركزنا، ولد ده مركزنا، بجاويات أصيلة ويتحدي قدامنا. يهو قريبي يهو كسلايا، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا مشاهدينا وإما كنتم تتابعونا في شتى بقاع هذه البسيطة. نحن لسه متجولين في هذه المدينة الحبيبة كسلا الوريفة. مشاهدينا، لما تزور كسلا لابد أنك تزور مكان يعتبر رمز من رموز كسلا، مكان زي ما هو واضح خلفي قهوة الرياضيين. النوم اللي سيدي العيني، النوم اللي سيدي، النوم اللي سيدي، السلام ريسو جندية يو قريبية يو كسلايا. زي ما ذكرنا مشاهدينا، قهوة الرياضيين بتجمع مجموعة من رموز كسلا ومبدعي كسلا. ولما نذكر مبدعي كسلا لازم نذكر واحد من المبدعين، واحد من الناس اللي قدموا لكسلا الكثير وللإعلام في كسلا بالتحديد. نسعد جدا مشاهدينا نلتقي بعمي محمد إبراهيم عجوز، هو صحفي رياضي ومدير لاستاد كسلا سابقا. مشاهدينا خلونا نجري حوار بسيط مع أستاذ محمد، نتعرف عليه وعن الإعلام سابقا ونتعرف على كسلا في من منظور أستاذ محمد. أستاذ محمد إزيك؟ أولا كل الشكر للإعلامية المخضرمة ولقناة الهلال لهذه الاستضافة التي دلت على شيء، ندل على اهتمام العاصمة بالولايات. ولا يسعني في هذه العجالة إلا أن أعطي نبذة عن مسيرتي الرياضية. عملت 30 عاما في كأستاذ، كمدير لأستاذ كسلة، وثم إلى المعاش، وأخيرا أود أن أذكر، لا بد لي وأن أذكر أني عملت حوالي 60 عاما في خدمة الإعلام الرياضي مجانا. طيب محمد، نبدأ بالراحة كده بمسيرتك في المجال الإعلامي، بدأت 200 سنة كم وكيف؟ 60 سنة. 60 أي. طيب بدأت من هنا من كسلة؟ من بداية من كسلة. بدأت بالصحافة الورقية؟ الورقية، وكانت صحف رياضية ما في شيء، كانت صحافة الأيام وقبلها الثورة اللي هي معبود. تمام. أيوة. و ثم جريدتين اللي هم كما ذكرتم الصحافة والأيام، وعملت في الأيام 30 عاما إلى أن قام نظام المشير النميري رحمه الله بإيقافها. طيب كنت مندوب يا أستاذ محمد لصحيفة الأيام في كسلة وصحيفة الثورة 30 عاما قبل أن تقيف إلى أن وقفت. طيب الصعوبات اللي كانت بتواجهكم شنو عشان تقدروا تنقلوا الخبر من كسلة للخرطوم؟ يعني اول كان في التلفونات بتاعت مش الموبايل، وحس الحاجات الكناري الثابت، التلفون الثابت، التلفون الثابت، وما يجي الخريف يتعطل زي اللواري. وثم ننتقل الى الباصات، وكانت فيها معضله برضو، والقطارات. نلقى رياضي على الشط، يعني انا كنت بخصص الرياضيين لانه عندي اهتمام بالرياضه. انا عرفت انكم بتشيلوا الخبر بترسلوه مع الناس ماشيين للخرطوم في الباصات في اللواري. ايوه، ولكن ما ينديها يزول،
ندي الرياضي لأنه زول الرياضي عنده أكثر اهتمام. أيوة. لأنه جربنا الناس العاديين بيشيلوا الرسالة ذاتها ويرموها. طيب طالما أنه في صعوبات أستاذ محمد، معناها في مواقف طريفة قابلتكم في البساط، في اللواري، في الخريف، لما التليفونات تكون متعطلة، في مواقف طريفة أكيد. فعلا يعني أحيانا ندي زول ماشي نقوله باللفة عن طريق عطبرة، يكون الخط بتاع كسر الخرطوم مقفول، نقول له يا أخي وصل الرسالة دي، يمشي يوصلها من الطرائف. مرة المرغني كان غالي الصقر 1-0، وواحد أخونا برضه إعلامي يعني جدر على النجوم الوقت ذاك، مش نجوم الرياضة. الزول قلت له يا أخي أصل هناك على الرياضة في السوق العربي المكتب كده كده، وصفت له بتاع، مش لقى واحد أخونا من أولاد كسرة وإعلامي برضه قال لك هذه الرسالة دي شارة، بدل المرغني غالب كتب المرغني مغلوب 1-0 من الصغر. كان غالب. أي من الصباح يعني واحد سكرتيرنا هذا الصغر. يا سلام. دق لي الباب. عجوز قال لي يا أخي إحنا غالبين تكتب غالب. قلت له منو؟ قال لك أنا الصغر. قال لي يا أخي أنا قريت حتى في الجريدة. كان في تعصب رياضة كبير يعني. آه. تعصب رياضة. شديد والله. طيب أستاذ محمد، طالما إنه كان في اهتمامات رياضية للحد ما كان بالنظر لدا، كان في اهتمامات بالقراءة، قراءة الصحف في كسلة. يا سلام، الناس كانت بتسوق يعني لقراءة الصحف، لكن حسنا مع الصعوبات الاقتصادية حالة الظروف دي دون انه الانسان يشتري جريدة ب 130 و120، فدي طبعا مردها الناحية الاقتصادية، انا اشتري 10 رغيفة ولا اشتري لي جريدة؟ انا ذاتي كاعلامي حسا بقيت ادي الاعلاميه للوسائل بتاعت التواصل الانترنت توصل لكم الاخبار مره واحده وفريش يعني. لكن استاذ محمد، الخبر لما تقراه من الانترنت بالتليفون الجوال ما زي لما تقراه من الجريده، وقعده القعده للجريده وشايل دي وثيقه تحتفظ بها، دي الميزه بتاعت الجريده. لا القعده ذاتها يا استاذ محمد، القعده ذاتها عشان تقرا جريده وكوبايه القهوه جنبك والرادي جنبك والقعدة قدام البيت، كان ليه رونقة ما زي انك تتلقى خبر من التليفون. لكن كمان يعني انا اقصد لك عن الظرف الاقتصادي، يعني اذا كان القصة دي مشت بالوتيرة دي مع الحالة الاقتصادية والصعوبات بتاعت الحياة ذاتها، يعني الانسان الصحافة الورقية حتقيف. ليه؟ لانه هي ذاتها حتقيف، لأن التمويل ذاته ما حيكون سائل بالنسبة له، لأن القوة الشرائية حتكون ضعيفة. للأسف والله، الله المستعان. إحنا نتمنى إنه الزمن الجميل والحاجات اللي كانت في الزمن الجميل تعود من جديد، والصحف الورقية مشاهدينا كان لها رونقة ما زي لما تتلقى خبر من الإنترنت. أستاذ محمد، والله أنا سعيدة جدا بوجودي معك. الله يبارك فيك وشكرا جزيلا لهذه السانحة التي وتيحت لي من خلال قناة الهلال المشكلة. بالضبط كده. بالرغم من أنا من رخابي لكن بكتب في جرائد المريخ والهلال. قناة الهلال قناة قومية بتضم. بكتب أنا في 6-7 جريدة رياضية حتى. جون، الأسياد، الأحمر الوهاج، سياسيين التيار. 6-7 جريدة رياضية حسا بكتب فيها. زي ما قلت لك أستاذ محمد، الجمهور عزف لأنه دار لي 10 رغيفة، اشتري 10 رغيفة ولا اشتري جريدة؟ اشتري 10 رغيفة الأولوية. زي ما ذكرنا أستاذ محمد، قناة الهلال قناة قومية مشاهدينا، هي تحتضن كل الأطياف الثقافية والرياضية والفنية. أستاذ محمد شكرا لك. لا شكرا لواجبي، شكرا. الله يخليك. لسه متواصلين مشاهدينا في قهوة الرياضيين، خليكم معنا. حبيبي جنني ساكن في مدني يا
لسه متواصلين المشاهدين في قهوة الرياضيين، وبرضو واحد من الناس من مواطني كسل اللي دائما بيرتادوا قهوة الرياضيين وعضو قديم جدا فيها، أستاذ حسن سر الخاتم الحسن. أستاذ حسن صباح الخير عليك وإزيك. الله يبارك فيك، صباحك نور إن شاء الله. الحمد لله، كل سنة وإنت طيب، الصحة والسلامة إن شاء الله. أستاذ حسن، نتكلم عن الرياض عموما في كسلة والرياضيين في قهوة الرياضيين. طبعا الرياضة في كسلة إذا دعنا نتكلم عنها لازم نرجع شوية طبعا شنو لفترة حقبة الأربعينات. حقبة الأربعينات طبعا أساسا الرياضة لما خشت كسلة طبعا خشت مع الجيش الإنجليزي. الناس كانوا بتمارس الرياضة بتاعت كرة القدم، وطبعا ده الشيء المعلوم في السودان ككل. فأول فريق طبعا كان فريق بتاع السيد محمد عثمان، فكان بيلعب حارس مرمى كويس، ده الفريق بتاع السيد محمد عثمان. والناس طبعا كان كل الجيل اللي في دوره كده بيجي بيلعب معاهم، لانه طبعا اغلب كسله كانت مريدين. فدي طبعا دي البدايه، دي النشاه الاولى. اها بعد ذاك بدات تتكون الفرق يعني ان شاء الله طبعا في الاحياء القديمه. من الاحياء القديمه طبعا لما نجي نذكر اول حاجه الختميه طبعا نشا فيها فريق، هو طبعا كان اسمه الامل، وبعد الامل ان شاء الله تغير الاسم للتاكا ل 1941. نجي بعد ذاك ان شاء الله هنا طبعا الكاره والبشكاتب هنا طبعا شنو ده فريق الشباب. ها نجي هنا المرغنيه بتاع ده طبعا شنو ده الفريق الحاص طبعا على الاسم اللي هو طبعا شنو فريق المرغني الرياضي. فلما بعد ذاك طبعا شنو الاتحاد كسلة من ضمن الاتحادات الرئيسيه السبعه المؤسسه طبعا للاتحاد العام. ها ان شاء الله استاذ كسلة طبعا لما بدا فوق البناء بدا 52 54 اتلعبت فوقه أول مباراة كويس؟ طيب أستاذ أستاذ حسن، علاقة الرياضيين بكسلة قوية شديد وبقهوة الرياضيين بالتحديد، نتكلم عن الناس اللي خلفنا وتعصبهم في الرياضة وحبهم لهذه اللعبة وانتمائهم للأفرق أو الأندية اللي موجودة في كسلة. وطبعا شنو طبيعه المواطن الكسلاوي متسامح واجتماعي في المقام الاول، يعني بعكس جهات ثانيه كويس، ودي طبيعه في كل الناس. بعد ذاك طبعا شنو الملتقى الرياضي ده زي ما قلت لك هو نشاته كانت في اوائل السبعينات. الكلام ده كان هناك في طبعا سوق كسلة كان مقسم على حسب اصحاب المهن في الوقت ده. قهوه الرياضيين كان موجود يا استاذ حسن؟ الرياضيين اي معاك. طيب انت علاقتك بقهوه الرياضيين كانت من 200 سنه كم بالتحديد؟ 1973 انا تخرجت، وطوالي تلقائيا شنو كنت من ضمن الرواد بجي ان شاء الله بشرب جبنتي وشنو وبمشي لمغر عملي بزاوي العملي. تمام، فنتكلم عن دور القهوه في مساله التعايش السلمي. ايوه، عن دور القهوه في التعايش السلمي اول حاجه ان شاء الله يعني نتكلم اول حاجه نعمل مقدمه شويه، لانه شنو اول حاجه كسله بالذات تحديدا فيها نسيج اجتماعي يندر تلقى في اي حته. يمكن الحتة الوحيدة الممكن في السودان تكون شبيهة لكسلة أم درمان، يعني النسيج أم درمان، النسيج في أم درمان والنسيج هنا في كسلة. طبعا الناس زمان كانوا مريدين، طبعا الناس دي وفدت من جزء هنا طبعا هو أصحاب البلد الأصليين الموجودين، التانين طبعا وفدوا من الشرق ومن من الشمال من الغرب من الجنوب. بعد ذاك حصل تصاهر، يعني حس في كسلة يندر انه تلقى انسان ما يكون شنو عنده انتماء سواء كان للشمال او الشرق او الغرب كويس. فده طبعا شنو ده كان شنو الشيء الجميل في مجتمع كسلة. دور القهوة، دور القهوة كالاتي، ده والقهوة انت حس لو عاينت كده هتلقي كل الصنوف موجودة. ايوه لاحظت. يلا هنا في حاجة جميلة جدا، الناس زي ما طبعا قلت لك مجتمع كسلة مجتمع متحابب ومتعارف. فيعني مثلا نقول حصلت اي جائحه من الجوائح، انسان حصلت له جائحه من الجوائح، الناس دي كلها بتتكاتب بتمر على بعض ان شاء الله على اساس ان شنو الناس تتبرع بما شنو تحل له مشكلته، تحل له مشكلته. مثلا في الاطراح بتتحرك عربات من هنا، يا جماعه فلان حصل له عزاء، الناس دي تمشي تؤدي واجب العزاء. يلا ان شاء الله طبعا حصل مثلا وفاه برضه نفس الشغلانيه، الناس بتتحرك من هنا وتمشي. فلان حصلت له مثلا عنده مناسبه بتاع الزواج، طبعا الزواج ده ترتيباته بتبدا من بدري. من هنا ان شاء الله طبعا كتابه كروت بتاع و و و الى اخره، دعوات طبعا تبليغ ساكت شفاهه. ايوه حتى لو رجعت حس للباب بتاع القهوه هتلقى الشغلانيه صدق لكلامي. يعني مثلا حصلت وفاه بتلقى في نعي،
حصلت مثلا في فرع بتلقى في دعوه بتاعت فرع. المهم يعني اي انسان بيكون شنو ملم بالمعلومه، ما في زول. طبعا بالاضافه لها قلت لك قصه المصلى، يعني المصلى ده طبعا لما بدا تقريبا في 2004 عرفنا عليه. ايوه المصلى ده بدا ب 2004، كان بدا بفرشه واحده فكت ده كان، وكان بنصلي في نص القهوه. ها قدر الله انه بعد ذاك الكلام ده ما اخذ اسبوعين ان شاء الله في ناس خيرين جابوا فرشات، في بلغت الفرشات 65 فرشه. وانا واحد من الناس انه شنو كان يعني قدر لي انه شنو انا اكون شنو امامهم كويس. اخذت فتره يمكن بتاع تقريبا لحد 2017 خلفنا واحد اخونا يقول لي ابراهيم كويس. ايوه فدي طبعا كمان شنو كانت شنو اضافه. شكرا لك استاذ حسن للمساحه الجميله اللي قضيناها معاكم في قهوه الرياضيين، وكل عام وانت بخير وكل اهل كسلة بالف خير والصحه والسلامه. اتمنى انه طبعا اسال الله الحق عز وجل ان يديم ان شاء الله الالفه والمحبه بين مواطني كسلة، ونحن ان شاء الله حس طبعا في من ضمن الشهور اللي هو شنو الشهور المحرمه ذو القاعده كويس، ونستشرف حس انه ان شاء الله طبعا عيد الاضحى المبارك. اسال الله العلي القدير ان يديم على اهل السودان عامه اول حي باليمن والرخاء والإلفة والمحبة ومجتمع كسلة بصفة خاصة وبصفة أخص كمان مجتمع قهوة الرياضيين إن شاء الله وقناة الهلال إن شاء الله. تسلم كثير. كل عام وانت بخير أستاذ حسن، وكل عام وكل أهل كسلة واللي بيجتمعوا في قهوة الرياضيين بألف خير، وكل عام وكل الشعب السوداني بألف خير إن شاء الله. ربنا دائما يديم بكم المحبة واللطف والتسامح والجمال زي ما احنا لقيناكم، وينعاد عليكم ان شاء الله بالخير واليمن والبركات. لسه متواصلين مشاهدينا في هذه المساحة وفي مدينة كسلة، خليكم معنا. يمتد التواصل مشاهدينا في قهوة الرياضيين، ونسعد جدا ايضا بالحديث مع الاستاذ وليد سيد احمد، هو عضو في قهوة الرياضيين ومنتدى الرياضيين، وعضو ايضا في المكتب التنفيذي في كيان الشمال. استاذ وليد كل سنة وانت طيب واهلا بك. وانتم طيبين، كل عام انتم بخير، ومرحب بكم وحبابكم علي في قهوة الرياضيين، المنتدى العام والمنتدى الثقافي الرياضي الاجتماعي في كسلة، وهو واجهة من واجهات كسلة. ولام كل المناسبة ما رياضي فقط، لام كل أطياف المجتمع الثقافيين والرياضيين وكل الناس الملمومين في قهوة الرياضيين. اهلا بك يا استاذ وليد، وعلاقتك بالقهوه الرياضيين وهي رمز من رموز كسلة، بدات علاقتك بقهوه الرياضيين من 200؟ والله منذ سنين طويله يا اخي، هي يمكن قرابه العشر سنه بتردد على قهوه الرياضيين، وعضو اساسي فيها واجتماعياتي كلها في قهوه الرياضيين، وما بغيب منها ذاته الا ما ندر الا اكون خارج الولايه او خارج البلد التغيب منها، لكن بكون موجود فيها بصفة مستديمة يعني، وكل عندنا فيها علاقاتنا واجتماعياتنا وكل حاجاتنا في كسلة بنعملها من قهوة الرياضيين يعني، وفياتنا مناسباتنا حاجاتنا كلها بنعملها هنا في قهوة الرياضيين يعني. عرفنا انه القهوة يعني بتفتح 4 صباحا وبتقفل 10:30 مساء. القهوة أستاذ وليد بتضم فئات عمرية مختلفة، الشباب وأيضا الشيب وكل الفئات العمرية، كيف بتناوبوا على القهوة اهتماماتهم كيف، والجروبات الموجودة اللي أنت كل ما تمر بناس بتسمعهم بيتكلموا عن الرياضة عن الثقافة عن الفن، نتكلم عن النقطة دي. والله القهوة دي هي منتديات، أي منتدى عنده ناس معينين، في ناس سياسيين بتلموا بيقعدوا بتناقشوا سياسة، فيه الرياضيين برضه بيتلموا بيقعدوا بيناقشوا رياضة فقط، وفيه ثقافيين، فيه الزول اللي بيجي يشرب جبنته ويمشي يلحق شغله، وكل الناس دي بتجي الصباح بدري يعني. المسيات دي الناس اصلا فاضية ما عندها، لكن الصباحية الناس ذات الشغالة، اي زول بيجي يشرب جبنته هنا ويمشي. بعد ذاك بيفضلوا الناس اللي اصلا في منتديات معينة، كم منتدى في القهوة دي معروفة، المنتدى في ده عمك محمود اللي هو سيد القهوة ده منتدى عام، بعد ذاك في منتدى بتاع الرياضيين اللي هو شمال عمك محمود ده منتدى بتاع الرياضيين ورياضيين
بيناقشوا امورهم الرياضيه كلها وامور النوادي بتاعتهم كلها، ومدراء النوادي ذاته بيكونوا معاهم وبعض اللعيبه معاهم ومدربينهم، بيناقشوا حاجاتهم كلها في القهوه يعني. مساحة أخيرة أستاذ وليد للتهنئة، وإحنا بدورنا قناة الهلال بنهنيكم، بنهنيك أنت في شخصك ونهني كل أعضاء هذه القهوة وكل أهل كسلة يعني. كل عام وأنتم بخير. كل عام أنتم بخير، وأنا يهني جميع أعضاء القهوة على رأسهم عمنا محمود، ربنا يديه الصحة والعافية، وأهنيكم أنتم قناة الهلال وإن شاء الله إقامة طيبة، وشكرا وكتر خيركم، جزاكم الله خير، وحبابكم ومرحب بكم في قهوة الرياضين ألف يعني. شكرا لك كتر خيرك. لسه متواصلين مشاهدينا، فخليكم قراب من قهوة الرياضيين بمدينة كسلة. متواصلين مشاهدينا في مدينة كسلة وبالتحديد في مقهى الرياضيين، وواحد من الأعضاء الملتزمين جدا في مقهى الرياضيين ورياضي متعصب جدا أستاذ أحمد عثمان حماسين، هو نائب اتحاد الكرة سابقا بولاية أو بمدينة كسلة. مشاهدينا أهلا بك أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وإنتوا طيبين وقناة الهلال. حقيقة نحن نعتبر أنه هذه فرصة جديدة لنا أن نكون ضيوفا في قناتنا وفي مجموعة طيبة جدا أتت إلى كسلة للوقوف على مدينة كسلة في أحوالها العامة، وحقيقة نحن سعداء جدا أن تكونوا بيننا اليوم في هذا الملتقى، هو قهوة الرياضيين، هذا المكان العامر بكل أهل كسلة بكل ألوان طيفهم السياسي والاجتماعي والثقافي والرياضي، وهذا الملتقى هو ملتقى معروف في مدينة كسلة. احنا سعيدين برضو جدا بوجودنا معاكم ووسطكم استاذ احمد. عرفني انك من الناس اللي دائما موجودين في القهوة وعضو ملتزم في القهوة، فكان لازم نسمع منك حديثك عن القهوة وعن المكان اللي هو يعتبر ملاذ لكل اهل كسلة ولكل زي ما قلت الثقافيين والفنيين والرياضيين في كسلة. نتكلم عن القهوة استاذ احمد. أنا حقيقة عايز أتكلم عن القهوة، ومن خلال هذا الحديث أنا عايز أهني كل أبناء كسلة الموجودين في داخل السودان وخارجه، والأعضاء الأساسيين الذين سوف يأتوا إلينا في هذا العيد السعيد من كل أنحاء العالم، من أوروبا ومن الشرق الأوسط ومن الوطن العربي ومن إفريقيا، أبناء كسلة الذين يحبون هذه المدينة وهذا المنتدى. هذه القهوة طبعا حقيقة نحن أولا نحب أن نسأل الله العفو والشفاء لعمنا محمود صاحب هذه القهوة، وهو من الرياضيين القدامى الذين يعني التفت حولهم كل الوسط الرياضي في هذه المدينة. الحقيقة أنا عايز أتحدث الحديث عن هذا الملتقى. القهوة دي طبعا أنا زي ما حدثتك أنه صاحبه هو الرجل الرياضي مرغنابي أصيل معروف في السودان ومعروف، وزارونه كثير من الفرق القومية والهلال والمريخ ومورداء وعباسية، وكل الفرق دي يعني زارتنا هنا، وكان الملتقيات بتاعتنا كلها كانت في هذا المنتدى. حتى السياسيين في السودان الذين تعاقبوا على الحكم في السودان كلهم كانوا يأتون منهم هنا ويلتقوا بالسياسيين الموجودين في هذا المكان. بالتأكيد هي قهوة لها 40 سنة، بنتكلم عن عمر إحنا، فدور القهوة اجتماعية أستاذ أحمد. عرفنا أنه كثير من المشكلات بتحل بصورة ودية في كسلة، فنتكلم عن الدور ده. أنا من خلال هذا المحور المحور اللي أنت تحدثت فيه، أول حاجة أسأل الله أنه يتم التعايش والتآخي في أهل كسلة، وإن شاء الله كسلة ترجع لسيرتها الأولى، كسلة الحنينة، كسلة الوريفة، كسلة الذي تغنى لها شعراء الحلنجي وهلاوي وكجراي وكل النخب، حتى المرحوم عمر حاج موسى عنده حديث خاص عن كسلة. نحن حقيقة في المحور ده المحور الاجتماعي، نحن نأتي القهوة دي الصبح زي الدوام المكتبي،
عشان نتفقد بعض، نعرف ان عارف في القهوه دي، تعرف انت الدار يتزوج منو ولا عنده وفاه منو والاشكاليته شنو وحجم المشكله شنو. وانا اكد لك القعده حل في هذه القهوه من معامل اجتماعيه قويه جدا جدا. انا اقول لك يمكن الدوله ما بتحل المشاكل اللي بتحلها هذا القهوه. حاليا استاذ احمد كل ولايات السودان او اغلب ولايات السودان هي تسعى في مبادرات للتعايش السلمي. قهوه الرياضيين لها دور كبير جدا في مساله التعايش السلمي، واحنا بتجوالنا في القهوه شفنا عديد من القبائل وعديد من الجنسيات ايضا. فعمي محمود ودوركم انتم كاعضاء ملتزمين في القهوه في مساله التعايش السلمي بالتحديد، نتكلم عن النقطه دي. انا حقيقه يمكن عايز اتحدث عن هذا المحور اللي انت تحدثت عنه. انا اقول لك بالامس الغريب كان هنالك مجموعه من هذه القهوه في حوار مع مجموعة أخرى في كيفية الخروج من هذه الإشكالات التي حدثت في كسلة، وكان هنالك جلسة بتاع التعايش السلمي بين واجهتين من واجهات كسلة، كان بيناتهم في خلاف كبير، والآن الناس بدأت تحلحل والمجموعة قامت من هذه القهوة. الآن يعني موجودين، أنا في خلفي موجودين منهم اثنين كانوا أمس في حوار عشان يحلوا قضايا كانت حصلت في الفترة الأخيرة في كسلة وما بتشبه كسلة حقيقة. كسلة أستاذ أحمد ومشاهدينا تعتبر يعني إفريقيا مصغرة لأنها بتجمع عديد من القبائل وعديد أيضا من الجنسيات، الأريتريين الأثيوبيين الهنود أيضا كما علمنا فلقبت بإفريقيا المصغرة. كسلة مشاهدينا مئات السنين يعني ضمت واحتضنت هؤلاء الناس بمختلف أطيافهم. عرفنا برضو أستاذ أحمد أنك هلالابي على السكين، فحنديك مساحتك للحديث عن الهلال الكندي وعن الرياض عموما. أنا حقيقة هلالابي ده حقيقة، وأنا ذاتي ما قلت لك سعيد أن القناة تكون قناة هلال يعني، وأنا المتحدث من ضمن الناس الذين تحدثوا في هذا الملتقى أنه أنا أكون الليلة عندي فرصة سعيدة أنه أكون في قناة الهلال. أنا أشكر كل الجروب العامل في هذه القناة برأسة أخوتنا فاطمة صادق، وهي يمكن من الهلالابيات العريقات جدا، وأنا أسأل الله أنه أشاهد الهلال في 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 اصطفاف يعني على مستوى العالم، لأنه دي الأمنية الوحيدة الواحد يتمناه أنه يشوف أنه فريقه طيب. أنا حقيقة أنا أقول لك أنه الآن الهلال بمشاهدتي له في آخر مباراة بينه وبين أهل شندي، أنا بعد خوف للهلال ما عندي. الهلال إن شاء الله حيسعدنا وحيسعد كل الجماهير الرياضية التي يعني بسبب الكورونا ما قاعد تخش وما قاعد تشاهد. حقيقة أنا بقول لك دي فرصة، أنا أتمنى أنه الهلال يكون إن شاء الله في القمم يعني، وإن شاء الله أنا كهلالابي، ويمكن أنا أقول لك كلام أنت لما تلف في كسلة حتلقى كل جمهور هلالاب، لأنه الهلال ده يجري في دمانا يعني بالتأكيد. ودي فرصة سعيدة إنه اليوم نكون نحن في ضيافة قناة الهلال وفي عيد، ونقدم التهنئة لمجلس إدارة نادي الهلال بقيادة الأخ الصباط وكل الأعضاء الموجودين معه، ونسأل الله إنه إن شاء الله ريكاردو ده يحقق لنا بطولات إن شاء الله قومية، نحن نتشوق إنه نبقى إن شاء الله على في بطولات عالمية في أحد هذا المدرب الكبير إن شاء الله. بالتأكيد كل أمنيات التوفيق لنادي الهلال ولكل الأندية السودانية. تحية لك أستاذ أحمد عثمان حماسين، وشكرا لكم، وسعدنا جدا بوجودنا حولكم في قهوة الرياضيين. أنا شاكر لكل التيم الذي أتى إلينا في كسلة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أنا أقول لكم إن شاء الله فرصة سعيدة تقضوا بيناتنا أيام جميلة، ونحن سعداء بكم، وأهلا ومرحب بكم في كسلة، ومرحب بكم في ملتقى الرياضيين، ومرحب بكم كقناة هلال. كل عام وانت بخير استاذ احمد، وكل عام وكل اهل كسلة بالف خير. شكرا جزيلا، وكل سنه وانتم طيبين، وكل الشعب السوداني، وان شاء الله ربنا ينعم السلام والامان في السودان، ونكون في اتم استقرار وفي تعايش سلمي وفي محبه ما بيننا. ودي كسلة يعني. كسلة الحلاوه، وكسلة المحبه، كسلة الوريفه. نسال الله انه يشيل مننا الغمه اللي نزلت علينا دي، وإن شاء الله يفتح قلوبنا للسلم الاجتماعي وللتعايش وللمحبة، ونكون كسلة كما نشأنا وتربينا فيها وعملنا فيها وموجودين. نسأل الله بأن هذه الزيارة إن شاء الله ربنا يوفقكم في أنه زيارتكم دي تكون فاتحة خير إن شاء الله لكسلة. بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ أحمد، شكرا لكل الناس اللي قابلناهم في قهوة الرياضيين، شكرا لكل الناس اللي استقبلونا بمنتهى الحفاوة في مدينة كسلة. دي كانت مساحتنا في قهوة الرياضيين، واحدة من القهاوي العريقة جدا، واحدة من
مكان ملاذ لكل أهل كسلة ولكل القادمين أيضا من ولايات السودان المتعددة مشاهدينا. حنتقابل أو حنلتقي في مساحات ثانية، خليكم معنا. يا سلام يا غربيه يا كسلايا يا غربيه يا